الوصول للقمة يعني أسهل من الحفاظ عليه. مستشفى السرطان الأطفال 57-357 وصلت لمستوى القمة فعلا، لأنها على مستوى المعايير الدولية في المستشفيات وفي الأجهزة الطبية الموجودة بها، وده اللي أدى نصل بنتيجة نسبة الشفاء فيها إلى 85%، ودي من أعلى المعدلات الموجودة في العالم. وما زال المشوار طويل، لأن احنا أثبتنا قدرة المصريين على الإنجاز وتحقيق الإنجاز. نحتاج فقط إلى أن احنا نكمل هذا المشوار ونحافظ على القمة اللي احنا وصلنا ليه. مشوار طويل يحتاج المزيد من التكاتف من الشعب المصري، المزيد من التبرعات لإثبات قدرتنا على الحفاظ على ما حققناه من إنجاز. هذا المستشفى هو نموذج للإرادة المصرية، نتمنى أن نحافظ عليه قدر المستطاع. أسامة هيكل، نائب رئيس تحرير الوفد.